بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم باقر سرحان عباس، مرحلة ثانية مسائي، تقريري عن السجلات في المعالجات الدقيق بإشراف الأستاذ أحمد الحسيني. سجل المعالج أو مسجل المعالج يقول: في معمارية الحاسوب هي كمية صغيرة من الذاكرة المتوفرة على وحدة المعالجة المركزية، هدفها تسريع عملية الوصول مقارنة بالذواكر الأخرى، أي أنها تتيح للمعالجة الوصول إلى البيانات المخزونة في السجلات بشكل سريع جدا. تدعم أغلبية وليس كل الحواسيب ما يسمى مجموعة تعليمات بنية الحاسبة، حيث تتم عملية جر البيانات من مكان في الذاكرة إلى السجلات. يكون في من المناسب جدا وضع هذه التعليمات البرمجية الأساسية بالقرب من وحدة المعالجة. نظرية تكرار استعمالها: تتحلل سجلات المعالجة الجزء الأعلى بنية الذاكرة، وتمثل الطريق الأسرع للوصول بالبيانات لوحدة المعالجة المركزية. استخدام المسجلات: تستخدم السجلات ريستبول غالبا كمكان تخزين مؤقت للتعليمات والبيانات الجارية تنفيذها، إضافة لاستخدام مثل هذه عنوان الذاكرة. التحكم في مسار تنفيذ التعليمات والقيام بتنفيذ مهام متخصصة، أهميتها التمكين في تخزين المعالج بعكس الذاكرة الرئيسية أو الرام وحتى ذاكرة الكاش. للقرب السجلات وحدة تنفيذها في المعالجات، وبالتالي لا يوجد تأخير في جلب البيانات والنتائج المؤقتة في الوقت. وحدة تنفيذ والسجلات هي الحقيقية لتنفيذ التعليمات وتشغيل البرمجة وأنظمة التشغيل. يقول: استخدام آخر وهو التعلم من منافذ إدخال الإخراج الانتبوت والأوتبوت والبرست، حيث تتوفر السجلات عنوان جميع الأجهزة التي تتم ربطها بالمعالج كلوحة للمفاتيح. أصناف السجلات: تقاس السجلات عادة بعد البتات الممكنة خزنها، على سبيل المثال سجل 8 بت أو سجل 32 بت. أصبحت السجلات اليوم مضمونة كمثل سجل، إلى أنه تتم تضمناتها قبلها في القلابات ذاكرة نواة. يقول: ذات رقائق فلية والعديد من الطرق على مختلف الآليات. يقول: السجلات قابلة للوصول المستخدم، وهي سجلات يمكن الكتابة أو القراءة منها عن طريق الأوامر. سجلات البيانات، وهي سجلات تحتوي على قيمة عددية كالانتريتنج والفولتن والبونت، وأيضا هواي موجودة من يمها أنواع، وفي بعض المعالجات القديمة البطيئة. يكون سجلات العناوين، وهي سجلات تستخدم للتصيل. سجلات العناوين، وهي سجلات تستخدم لتصل للعناوين والتي توصل إليها بطريقة غير مباشرة الذاكرة الابتدائية. تستخدم بعض السجلات فقط لاستخراج العناوين، أحيانا تستخدم كسجل مؤشر والتي تستخدم منه القيمة عوضا لبعض العناوين. سجلات لأغراض عامة وتستخدم لتخزين البيانات والعناوين، مثل تخزين سجل البيانات وسجلات العناوين. سجلات شرطية، وهي تحتوي على True False والتي تستخدم لتحديد هل يجب أم الأمر أم لا. سجلات النقطة العامة. سجلات ثوابت، تحتوي على القيم المحفوظة من الأصل في الذاكرة والتي تكون للقراءة فقط، only والريد، مثل صفر والواي باي. سجلات متجهة، تحتوي على بيانات متخصصة تتنفذ عمليات متجهة باستخدام SIMD. مختصر: سجلات أغراض خاصة، سجلات تعليمات، سجلات التحكم والحالة، سجلات أخرى. دور عدد السجلات المتاحة في المعالج يعتمد أعداد الكود أو الشفرة البرامج بشكل ملحوظ على عدد السجلات المتاحة في المعالج. يطلق على أقل عدد لازم من السجلات، تتقول تغيير أم اسم عند سترول أمثلة بين الجداول عدد السجلات في الجدول موضح ما نقصد. هاي المراجعة مالتها. شكرا لكم.